برو يعزبين وهو أن بوردانا شو هناك يعني مساع من أجل ما استغلال توقعان مجلس الأمن نتان قد للقضاء على يبدو مجلس الأمن، ماس وهذه ليست نظرتنا نسبة فقط بالنسبة لهذه الخطوة، بل بلكي هذه حامين نظرة سبتو كل كي العالم. لذلك كي أقول أن المسودة يوشوان التي حضرها الأمريكيون فينا منذ شهر أيار بين أعضاء مجلس الأمن لم تحظى بتصويت شخصين أو طرفين، فإن أي وثيقة يجب أن تحظى بتصويت 9 من الأعضاء، ولكن 2 لم يوافقان، يعني لم يوافق أصلا 2 على هذه الاتفاقية. فبرأيي هذا الاتفاق الجديد الذي قدمه أو هذا القرار الذي قدمه الأمريكيون، القرار الجديد وتريد أن تقدمه، وعلى الرغم من كل الضغوط التي تفرضها أمريكا، في رأيي لن يصل إلى العدد المطلوب من الأعضاء المصوتين من أجل أن يصبح ساري المفعول، لذلك لن يكون ناجحا. إن مساعي أمريكا من أجل استخدام أو استعادة الاتفاقيات السابقة هو مسعى عقيم، ومن الملفت أن السيد بولتون في اليوم الذي انسحب منه السيد ترامب من الاتفاق النووي قد أعلن أننا اليوم قد خرجنا من الاتفاق النووي، لذلك ليس لدينا الحق أن نستغل أو نستفيد من هذه القاعدة. وهذه الكلام قد نشره البيت الأبيض في تاريخ 8 من أيار 2018، لأنه في اليوم الذي خرجت منه أمريكا من الاتفاقية وفرضت الضغوط القصوى على إيران، كانت تعتقد أنها تستطيع أن تجبر إيران على الرضوخ في غضون عدة أشهر، ولكن اليوم بعد أن علموا أن كل ما قاموا به لم يكن صائبا وكان خاطئا، فهم يريدون أن يخرجوا من الاتفاق النووي، يريدون أن يستخدموا ما يمكن أن يقدمه الاتفاق النووي لهم أيضا في نفسه.